هذا المكان. أتعرف هذا المكان من قبل يا صخر؟ أجل يا صاحبي أجل، ولي فيه ذكريات كثيرة. هيا يا رجال فلنسترح قليلا. هيا هيا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، سيعود يا جدتي، وأكد لك أنه سيعود. سيعودون جميعا منتصرين بعد أن غادروا ديارهم منكسرين. أنا لم أصدق أن أحدا من أحفادي قد عاد إلي سالما، فغادرني مرة أخرى، ولست أدري إن كان سيعود أم لا. لست أدري. سيعود يا خالتي سيعود، ثقي بقلبي خديجة وحسيها. يا عاصمة يا صخر. شغلوهم قليلاً. ما الذي ينوي فعله؟ ألا تعرف صخر؟ لا أحد يعرف ما في رأسه. يبدو أنهم أحسوا بقدومه. تفرقوا. هيا يجب علينا أن نساعده. هيا هيا. ما اسمك يا جندي؟ الياس. ومن أين أنت؟ من صيدا. وماذا تفعلون هنا؟ نراقب الطريق. إن أقرب مدينة تبعد عن هنا مسيرة يومين أو يوم ونصف اليوم للراكب المجد، فماذا ترصدون؟ أجب أجب، فنحن لسنا في نزهة. أجب، ماذا رأيتم وأنتم ترصدون المكان؟ اسمع يا هذا، لن أسألك مرة أخرى أبداً، فأجبني، ماذا رأيتم وأنتم ترصدون المكان؟ سمعنا أن هناك جيشاً قادماً من خراسان، ونحن هنا ننتظر قدومه حتى نبلغ الجيش بالعدد والعدة والعتاد. فهل مر الجيش القادم من خراسان من هذا الطريق؟ لا، قيل لنا إنه ذاهب باتجاه الموصل. إلى أين؟ لا أجد مكاناً يلتقيان فيه غير ضفاف الزاب. نستطيع أن نصل إلى الزاب في يوم. وأنا؟ ماذا ستفعلون بي؟ أرجوك دعني أذهب إلى زوجتي وعيالي.
سأدعك تذهب، ولكن عليك أن تعدني بالعودة إلى بيتك، أفهمت؟ أعيدك. دعوه يذهب وتعالوا لنرى ما سيكون من أمرنا. لعن الله الظالمين لكم يا سادتي، وآجركم على مصابكم بسيدي إبراهيم بن محمد رحمه الله. آجرك الله يا أبا سلمة، لقد كنت مخلصا لنا في حياتك كلها. أنا خادم آل محمد. لن ننسى لك ما تفعل يا أبا سلمة، كنت ثقة أخي ووزيره، أنت وزير آل محمد. هذا شرف لي يا سادتي، والآن سأترك الخادم يعد لكم الطعام، وسأمر الغلمان ليهيئ لكم مكانا آمنا للنوم. صخر. كنت أقتلك أيها المجنون. لا تستطيع قتلي. أتسخر مني؟ كان سيفي في صدرك. لأنك أخي، ولأني أبحث عنك، ولأن أمنا فقدت الأمل بعودتك، أختنا شيماء صارت فتاة قوية شجاعة. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ هو السبب ذاته الذي جاء بك ومن معك لنصرة الرضا من آل محمد. لقد انضم إلينا فارس جديد أيها الرجال. أهلا بك. هيا يا عاصم. الناس بكم يا آل أمية، وأنا وقت الرضا من آل محمد، ولكن من؟ الإمام إبراهيم قتله الطغاة، وأما العباس والمنصور فلا علم لهما بالسياسة ولا خبرة في الحياة حتى نضع أمر الأمة بيد أحدهما. ليس لها إلا كبار أهل محمد، وإلا فقد خسرنا جهدنا كله. ولكن ماذا إن فضحوا أمري؟ من ينجدني في هذا الوقت الذي تستباح فيه الدماء بالشبهة؟ لا أجد حلا إلا مكاتبتهم، ولكن علي أن أجد طريقا إلى أبي مسلم الخراساني. لا أستطيع أن أقطع بهذا وحدي من دونه، فهو صاحب السيف، إنه على مسافة يوم واحد. أريدك أن تذهب إلى أبي مسلم الخراساني، وليكن هذا سرا بينك وبينه. نعم يا أبا سلم، قل. قل له إن أبا سلم غير مرتاح، فأبو العباس والمنصور ليسا وجوها كإبراهيم، وإني أريد أن أجعلهما بين بني علي وبين بني العباس ليختاروا من بينهم، ولكن أخاف أن لا يتفقوا، فأشر علي. عجل وعد سريعا، فتراخينا يعزز سلطان بني أمية
ويهز سلطاننا وجنودنا فينفض الناس من حولنا. هيا. لقد جعلنا موت إبراهيم الإمام في موقف لا نحسد عليه. لا نستطيع أن نعود إلى ما كنا عليه، وإذا انتصرنا فإلى من تؤول؟ يا أبا عبد الله، سمعنا أن دعاة بني العباس جاءوك ليؤمروك عليهم، حقا ما سمعنا؟ إنما ترجون لبعيد. والله يا سيدي إنا لنرجو دولتكم، وندعو الله في قيامنا وقعودنا أن يجعلنا ممن يشهدها ويعيش في ظله. ليس هذا زمانها يا معاوية. هذا رسول جاءك بكتاب يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. هات ما عندك. وهذا أبو مسلم الخراساني، أحد دعاة العباسيين وقوادهم. كتب إلي يقول: إن دعوت الناس إلى موالاة أهل البيت وقد مكننا الله من البلاد، فإن رغبت فيه فإني أبايعك. اكتب له يا مفضل. قد بلغني ما وصفت من حالكم، وعرفت ما ترمي إليه. يا أبا مسلم، ما أنت من رجالي، ولا الزمان زماني. والسلام. ماذا قال؟ أعطاني هذا الكتاب ولم يبلغني بشيء. اذهب واغتسل وعد سريعا. جعفر بن محمد الصادق. الله. وبعد كل هذه السنين يعود صخر ليجدك مريضة؟ وهل المرض بيدي يا شيماء؟ وكيف ستفرحين لخديجة وعاصم؟ أولم تنظري أنك ستحملين أطفالهم وتزغردين؟ بلى. سأغلي الأعشاب، يقول العطار يوما واحدا وتشفى، لا تخافي. يريدونها لأنفسهم. ترى ماذا سيكون رأي الإمام أبي عبد الله بهذا الأمر؟ يا أبا سلمة، ما العمل الآن؟ السلام عليك يا أبا عبد الله. وعليك السلام ورحمة الله. تفضل. يقول الخادم إنك جئتنا برسالة من أبي سلمة الخلال. يريد سيدي أبو سلمة أن تكون إماما يا أبا عبد الله بعد استشهاد إبراهيم الإمام، ويعيدونكم بالمبايعة. وأين بنو العباس أولياؤه؟ يرى أن أبا العباس وأبا جعفر ليسا كإبراهيم الإمام رحمه الله، وأما أنت فأهل لها. ومالي ولأبي سلمة
وهو شيعة لغيري. فاقرأ الكتاب وأجب عليه بما رأيت حتى أرده إليه. ألا تجبه؟ دع رسالتك معك وأعيدها إلى أبي سلمة، فهذا جوابي. السحاب والظل؟ ماذا يعني؟ حين أرى سيدي أبا العباس سأطلعكم على كل شيء. أين هو الآن؟ ومن أين لي أن أعرف بأمره؟ أبا سلمة، لقد مررت بأناس من شيعتنا وأخبروني، والحرص واجب مشكور علي. حسناً، ارتح الآن ريثما أجد لك الوقت المناسب لرؤيته. هيا. هل هو بخير؟ هل سيعود سالما؟ لقد نصحته وحاولت منعه من الخروج في حرب ليست حربنا، وليس لنا بها ناقة ولا جمل. سامحك الله. إني عازم على اللحاق بجيش أبي مسلم الخراساني، جيشنا، حتى أكون قريبا من الجند. هل ترى في رحيلك مصلحة؟ إذا جاء وقته فلا بد منه. يعز علينا أن تفارقنا، ولكن نود أن تكون آمنا بعيدا عن الحرب وبارقة السيوف، نوعا بك عن الأذى أو الموت. إن لم أكن من أهل السيف والقتال فلن أستحق الإمارة يا أبا سلمة، فالشجاعة من علامات الخليفة أيها الخلال. لا يا سيدي، بل ستبقون عندي في السرداب حتى يأتي أمر الله، فالخلافة فيكم، ولن نضحي بكم ولن نجازف. تفضل. قال مولانا جعفر الصادق: إن حجة الله على العباد هو النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل، إن دعامة الإنسان العقل، والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم، وبالعقل يكمل، وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره. فإذا كان تأييد عقله من النور، كان عالماً حافظاً ذاكراً فطناً فهماً، فعلم بذلك كيف ولما وحيث، وعرف من نصح وعرف من غش. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل. ماذا سأقول لسيدي أبا مسلم؟ لماذا لم أرى سيدي أبا العباس؟ لا تهتم، أعطيه هذه الرسالة وقل له أن يوافيني بالجواب حال استلامها. سمع وطاع. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، وعلى لساني نورا وبين يدي نورا، ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا. وعظم لي النور، واجعل لي نورا أمشي به في الناس، ولا تحرمني نورك يوم ألقاك.
السلام عليك يا أبا عبد الله. وعليك السلام يا أبا محمد. تفضل. أي أمر جاء بك؟ لو أعلمتني لجئتك. جاء بي أمر يجل عن الوصف يا أبا عبد الله. وما هو هذا الذي يجل عن الوصف يا أبا محمد؟ هذا كتاب الخلال يدعوني للأمر، فهو يراني أحق الناس به. لقد جاءته شيعتنا من خراسان بعد سنين طويلة من الدعوة، فهو اليوم يتقوى بهم لينصبني خليفة على المسلمين. ومتى صار هؤلاء من شيعتك؟ أأنت وجهت أبا سلمة إلى خراسان وأمرته بلبس السواد؟ أم هل تعرف أحدا منهم باسمه ونسبه؟ فكيف يكونون من شيعتك وأنت لا تعرفهم ولا يعرفونك؟ إلى ما ترمي بكلامك هذا؟ قد علم الله أني لا أظن بالنصح على كل مسلم، فكيف أدخره عنك يا أبا محمد؟ أما إنما جاءني هو ما ننتظره منذ قيام دولة بني أمية، فهل تريدني أن أعرض عنه اليوم وقد جاءت القوة إلي؟ يا أبا محمد، لا تمنين نفسك بالأباطيل، فإن هذه الدولة ستتم لهؤلاء القوم ولا تتم لأحد من آل أبي طالب، وقد جاءني مثل ما جاءك. السلام عليك. إنك تستدعي اليمانية وتظهر لهم الكراهية، وهم أصحاب سطوة وجاه، كما استدعيت عليك ربيعة لتحالفها مع اليمانية، فمن بقي معك يا ابن السيار؟ بلك أنت وذاك يا جديح. إنما أردت صلاح أمرك، فإني أخاف أن تفسد عليك سلطانك بسوء تدبيرك ويغلبك عدوك هذا المطل بالمودة. أنت شيخ خرف ومنك لا يقبل النصح. والله إنك لهالك أنت وأميرك، وإن شمس بني أمية ستأفل على أيديكم يا نصر. أيها الجند، خذوا هذا العجوز اليماني الخرف وأودعوه السجن في قلعة القهندزي حتى أرى فيه ما يستحقه. لم يجبني جعفر بن محمد ولا عبد الله بن الحسن، أظنهما غير راغبين بالإمارة يا سيدي. إذن خذ هذا الكتاب إلى عمر بن علي بن الحسين لعله يقبل فيحل لنا هذه المعضلة. هيا. سيدي، قافلة محملة بما لد وطاب يا سيدي من بلاد ما وراء النهرين، ثياب مزركشة وأواني معدنية وفيها فخار ملون لا عين رأت مثله من قبل. وكيف عرفت ذلك؟ سيدي، أعطني إحدى هاتين الصرتين وسأخبرك أمرا. إن أردت أن تذوق حر هذا الخنجر فأعد علي ما قلته مرة أخرى. ماذا يا سيدي؟ خذه إلى حيث جئت به. يا سيدي، هذه الإمامة جاءتك على طبق من ذهب، أترفضها؟ أما كان أجدادك يقولون إن الخلافة فيكم ولكم؟ خذ الكتاب إلى صاحبه، فأنا لا أعرفه حتى أجيبه. ماذا فعلت بنفسك وبنا يا ابن السيار؟ ماذا تعني؟ أمثل جديع الكرماني يسجن ويهان وقد جاءك الرجل ناصحا محذرا خائفا على ملك بني أمية؟ ألهذا أنت غاضب ساخط؟ فالكرماني ليس أكثر من شيخ خرف، والمكان الأفضل له القلعة العتيقة. لقد أغضبت أحياء العرب وسادتهم بإهانتك الكرماني، فثارت اليمانية واستعدوا عليك بدل أن يناصروك،
وإنك لا أحوج إليهم من حاجتهم إليك. لقد تجاوزت قدرك أيها الرجل، فلا تستفزني أكثر مما قلت. إن شئت فاقتلني، وإن أشفقت فأرسلني إلى حيث الكرماني في القلعة. على رسلك يا أبي. هجس! أين؟ لقد مضى نصف النهار ولم نرى أحدا. لا أدري يا سيدي، لقد اتفقت مع صاحب القافلة أن نلقاه هنا، ولكن لا أدري. هيا أيها الأحمق، تحقق من الأمر، ففي هذا المكان تكثر الذئاب الجائعة. لابد أنهم قادمون يا سيدي. أين؟ فإني لا أرى شيئا. سأطلعك على سر لا أستطيع كتمانه أكثر من ذلك. سر؟ وهل بين الإخوة أسرار؟ ماذا تخبئين عني وأنا لا أخفي عنكم أمرا؟ خديجة، أنا من قتل زوجك ولست بنادمة على ذلك. أنت؟ حقا ما تقولين؟ أم هو مزاح ثقيل في هذا الليل؟ لقد قتلته لسببين، الأول لأنه قتل الكثير من الأبرياء، والثاني من أجلك أنت. لا تقولي أيضا إن أجل أنا الثلاثة، بقي آخرون سأقتص منهم إن شاء الله. أجل، لقد تزوجت ورزقت بطفلة أسميتها سكينة، خليتها مع أمها وجئت إلى هنا مع الرجال حيث التقينا. إذن قد أصبحت عما ولا علم لي. عندما نعود كم ستفرح بها أم صخر وعمتها شيماء أيضا. كيف تراها بعد موت أبي؟ أما زالت قوية كما عهدتها؟ أم صخر إنها كهذه الصخرة، لكن الأيام والحزن فعلوا فعلهم بها. لقد تناست موت أبي، لكن مصيبتها تتجدد كل يوم عمن لا تعرفه إن كان حيا أم ميتا. لقد رفضوا جميعا دعوتي لتكون لهم الإمامة بعد إبراهيم. إني لا أرى فيهم من يعدل أبا عبد الله الصادق، لكنه رفض الإمامة. لم يبق لنا إلا أن نخوض حربنا حتى لا يتشتت جمعنا، ومن ثم نرى الرأي. صدقت، اليوم هو وقت الحرب، وغدا وقت السياسة. أتحمل الشدة والمخاطرة يا سيدي لأخلصك مما أنت فيه؟ وكيف ستخرجني من هنا؟
حتى الطيور إذا دخلت إلى هذا المكان فإنها لن تستطيع الخروج منه سالمة. لقد عاينت ثقبا صغيرا يخرج منه ماء المطر من جدار في القلعة إلى واد صغير في أسفلها، فجهز نفسك وستنجو. لابد من الصبر يا بني، افعل ما تراه مناسبا، فإني أثق بك وبإخلاصك لي. إلى أين تذهبين في هذا الليل وحدك؟ لقد عاهدت أخي عاصم أن لا أبقي أثراً لقتلة أبي بعد أن تشفى جدتي. أجننت يا شيماء؟ الحرب والجنود في كل مكان، أخاف عليك من غدر أحدهم. لا تخافي يا خديجة، أنت فقط اعتني بجدتي، سأعود عما قريب، لن أتأخر. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هؤلاء قلة من كثرة يا مولاي، قدموا من أقصى الأرض وأدناها، مبايعين متعطشين لرؤيتك وسماعك والتبرك بك. إنهم شيعتك ومريدوك يا مولاي، لو أردت أن تخوض بهم البحر لخاضوه معك على رفع راية الحق. يا مفضل، العبرة ليست في الكثرة بل فيما اعتمدته القلوب وتربت عليه النفوس وتعودت عليه الجوارح. لقد أوضح أمير المؤمنين علي عليه السلام إن البعض ممن يحبنا حبا في الله ورسوله، وهؤلاء يجزيهم الله بمحبتهم، والبعض يحبنا ليتأكل بنا ويستخدم حبنا وسيلة للعيش أو لثروة وغنى، والبعض يحبنا ليتزين بنا، ونحن زينة لمن يتزين بنا يا مفضل. لا يعلم ما في القلوب والضمائر إلا الله يا مولاي، والله ما قلته إلا عين الصدق، وأصابك بالحق. شيماء، ما بك؟ هل أصابك مكروه؟ لا شيء مهما، لقد أطبق أسنانه على ساعدي وهو يرفض أنفاسه الأخيرة. ادخلي ادخلي. إن بقاء موقف جعفر الصادق وأتباعه على الحياد يضعف موقفنا، ونحن المطالبون بحق بني هاشم ورافعي رايتهم. جعفر يعرف أنها ليست حربه، وأننا نرفع راية ليست رايته، وأننا نطلب الأمر لنا وليس له، فقد كان رده قاطعا. إن جعفر ابن محمد يعمل بوصية والده الباقر الذي نصح زيدا بعدم الخروج على بني أمية وأبلغه أنه مصلوب بالكناسة. وبعد وفاة والده أكمل جعفر مسيرته بنشر المعرفة والعلم وإشهار سيف الحق في وجه هشام ومن خلفه، وأصبح له أتباع في أرجاء الأرض. لقد أدرك الباقر أن الكلمة هي الأقوى لكسب العقول والنفوس بدلا من الدماء والسيوف. طالما أن الصادق ليس ضدنا فهو ليس مع بني أمية بالتأكيد، واستمالة بعض أصحابه تحت راية نصرة أهل البيت سيساعدنا كثيرا على تحقيق النصر وهزيمة مروان بن محمد. صدقت. يا سيدي الحق بي. وداعا أيها المكان القذر،
إنا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكننا نفتيهم بآثار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصول علم عندنا، نتوارثها كابرا عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله هو قول الله عز وجل. سيوفنا مشرعة مع سيفك، ورماحنا تسبق رمحك، وسهامنا إلى حيث تشير بإصبعك. والله لن ننسى ما فعله ابن السيار بك. والله نعم المصير أنتم. لتكون على رأس ألف فارس من تميم، وحين تراهم يتقدمون لا تدر لهم ظهرك إلا وقد أفنيت فرسانهم وجندلت ساداتهم. وعد إلي برأس الكرماني. السمع والطاعة يا أبي. أيحتاج الحق إن كان حقا لكل هذا الموت ولكل هذه الدماء؟ لكأنك تعيد الأسئلة من بداياتها يا صاحبي. هو هذا يا أخي، لم يكن أبو هشام عبد الله بن محمد بن الحنفية إماما، بل كان قائد ثورة وخاف عليها أن تتوقف بموته، فأبلغ بها لمن يتابعها بعده، فعملوا عليها ولكن لأنفسهم، وكانوا أشد ظلما للهاشميين من بني أمية. الهاشميون من آل علي ركنوا إلى السلم ولم يخرجوا على بني أمية، بل عاهدوهم على السلم ووقف الحرب كما فعل الإمام الحسن عليه السلام. لقد كان خروج الحسين عليه السلام مكتوباً، وقعودهم بعده مكتوباً، وهم أدرى الناس وأعرفهم بما يفعلون.